السلام عليكم عشاق الايفون. ايفون 14 برو يخالف التوقعات وسيصل بهذه السعة التخزينية وبسعر مفاجئ. ايفون 14 برو ومفاجأة بالمواصفات والسعر، كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل بدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة الى 100,000 مشترك ان شاء الله فضلا منكم، وليس امرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل او توت او اول وتابع الفيديو حتى النهاية. ترددت الكثير من التسريبات والشائعات مؤخرا بشأن سلسلة أجهزة آيفون 14 القادمة، والآن نحن مع تسريبات جديدة، ولكن هذه المرة بشأن طرازات آيفون 14 برو تحديدا. وبحسب المصدر ستبدأ سعة التخزين الداخلية لطرازات آيفون 14 برو من 128 جيجا بايت، على الرغم من الإشاعات عن زيادة السعة التخزينية. وتوقعت شركة الأبحاث تريند فورس أن طرازات الآيفون 14 برو يمكن أن تبدأ بسعة تخزينية متزايدة تبلغ 256 جيجا بايت. وتوقع المحلل الدولي جيف بو اليوم أن نماذج آيفون 14 برو القادمة ستستمر في البدء بسعة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت. وأشار تقرير صادر عن المحلل جيف بو في البداية أن طرازات الآيفون 14 برو ستبدأ من 256 جيجا بايت، لكنه أضاف فئة 128 جيجا بايت إلى مخطط المواصفات الخاص به لجهاز الآيفون 14 برو والبرو ماكس في أحدث مذكراته البحثية. ويعتقد جيف الآن أن طرازات الآيفون 14 ستظل متاحة بنفس سعات التخزين مثل طرازات الآيفون 13 برو، بما في ذلك 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 و1 تيرا بايت. وبحسب استبيان سلسلة التوريد تعمل شركة أبل على خطة بناء الآيفون 14 الخاصة بها لتكون 91 مليونا في النصف الثاني من عام 2022 مقابل آيفون 13 الذي يبلغ 84 مليونا في النصف الثاني من 21 أو 2021، حيث لا توجد مشكلة كبيرة في سلسلة التوريد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المحلل مينغ تشي كيو إن طرازات الآيفون 14 برو ستشهد ارتفاعا في الأسعار، مما يشير إلى أنها ستكون أكثر تكلفة من طرازات الآيفون 13 برو. ولم يكشف كيو عن الأسعار الدقيقة، لكنه قال بأن متوسط سعر البيع لسلسلة الآيفون 14 بأكملها بما في ذلك الموديلات المنخفضة النهاية سيرتفع بنحو 15% بشكل عام. في الولايات المتحدة يبدأ سعر الآيفون 13 برو من 999 دولارا أمريكيا، ويبدأ سعر الآيفون 13 برو ماكس من 1099 دولارا أمريكيا. إذا كانت هناك زيادة بنسبة 10% في أسعار طرازات البرو، فيمكن أن يبدأ سعر الآيفون 14 برو من 1099 دولارا أمريكيا، بينما يمكن أن يبدأ سعر الآيفون 14 برو ماكس من 1199 دولارا أمريكيا. وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار المزعوم هو التضخم والميزات ذات الجديد المتوقع لطرازات الآيفون 14 برو واضطرابات سلسلة التوريد وعوامل أخرى. أبرز ميزات آيفون 14 برو: تشمل الميزات الجديدة الرئيسية التي يشاع عن الآيفون 14 برو ثقب ونوتش وشريحة الـ A16 بايونيك أسرع، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مطورة مع دعم تسجيل فيديو 8K، وشاشة تعمل دائما تظهر الوقت والتاريخ، وميزات الـ iOS 16 مع الـ Always On Display الجديدة مثل أدوات قفل الشاشة ورمز النسبة المئوية والبطارية إلى آخره. ومن المتوقع أن تعلن أبل عن سلسلة الآيفون 14 في سبتمبر كالمعتاد، لذلك نحن على بعد أسابيع فقط من تأكيد الأسعار. برأيك ما هي أبرز الميزات التي يجب توفرها في أجهزة آيفون 14 بشكل عام؟ شاركوني عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.